أهنئ بداية زميلتي وزملائي بإذاعة عين تيموشنت، وعبرهم أبعث بأسمى وأرق التهاني والتبريكات لكافة سكان هذه الولاية الغراء كبيرها وصغيرها، رجيا أن يحل هذا العيد على الجميع وهو معافى في صحته آمنا وسط أهله وأسرته. ولا يفوتني أيضا أن أهنئ بالعيد المبارك السيدة والي الولاية والسيدة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسادة أعضاء مجلس أمن الولاية والسادة نواب البرلمان بغرفتيه والسادة أعضاء المجلس التنفيذي والسادة رؤساء البلديات وجميع المنتخبين. وكما أغتنم هذه الفرصة أيضا لتهنئة جميع النشطاء وفعاليات المجتمع المدني بهذه الولاية، راجيا للجميع عيد سعيد ومبارك.